ريفيو جديد من ريفيوهاتي. انا معاكم دينا رؤوف, والنهارده ريفيو عن رحله اليوم الواحد للفيوم. رحله اليوم الواحد دي بجد طلعت جميله جدا, ما كنتش بحسبها هتبقى حلوه كده. هنعمل حاجات كتيره مع بعض, وهقول لكم كمان على الاسعار. هنعمل كامبينج في الصحراء زي ما انتم شايفين, وهنعمل كمان ساند بوردنج اللي هو التزحلق على الرمال, وهنروح نشوف وادي الحيتان والحفريات اللي فيه. بالليل بقى القعدة حوالين النار والحفلة كمان البدوية, ده غير الفيوهات الجميلة والسفاري تحفة بجد. يعني يوم جميل, تعالوا قضوا معانا اليوم, شوفوا تقدروا تعملوا ايه في رحلة اليوم الواحد للفيوم. يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم. بس ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو اعملوا لي لايك للفيديو, ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا, دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه عشان يوصلكم كل فيديو جديد بعده. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. اول حاجه احنا اتحركنا بعربياتنا من القاهره, ووصلنا لغايه الكامب في الفيوم اسمه كاتراني كامب. المشوار اخد مننا حوالي ساعه الا ربع او ساعه بكتير. احنا اهو كده وصلنا الكامب ده, اهو قدامنا اسمه كاتراني كامب. وقالوا لنا ان في كامب تاني في الفيوم, هما كامبين بس في الفيوم اللي بيعملوا الموضوع ده, ان هما عندهم خيم تقدروا تباتوا فيها, وبيقدموا لكم وجبه العشاء ووجبه الفطار, وبينظموا طبعا رحلات السفاري والرحلات بقى اللي هنروح فيها وادي حيتان والحاجات التانية والساند بوردنج والحاجات اللي هتبان معانا في الفيديو. وقالوا لنا كمان ان ممكن لو حد حابب هو يجيب خيمته ويعمل كامب في المكان جنب كاتراني ده برضو ممكن, ما فيش اي مشكلة. وممكن برضو ان انتوا تاخدوا الخيمة بدون الاكل. انا هوريكم الاكل. بصوا, هو الاكل ما عجبناش, فانتوا الافضل اهو ده اليافطة بتاعته اسمه كاتراني كامب. وفي كامب تاني قالوا لنا عليه موجود في الفيوم, بس بيقولوا ده احسن يعني. اوكي, بالنسبه للاكل بقول لكم ما عجبناش. احنا كنا واخدين معانا احتياطي سندوتشات ولانشون وجبن وكده, فصراحه الاكل ما عجبناش واكلنا الاكل اللي معانا. فانتوا لو حابين ممكن تعملوا كده, تجيبوا اكل معاكم هيكون افضل, لان الاكل هناك مش حلو. وهقول لكم على الاسعار طبعا بتاعه الخيمه لوحدها بالاكل او بدون اكل. ولقينا كمان ناس جايبه لحمه متبله وفراخ متبله, وكانوا بيشوها هناك في الكامب. كانت صراحه فكره حلوه جدا, بس ما كانتش يعني وقتها في دماغنا. احنا بقى بعد ما حطينا الشنط ولفينا لفه كده في المكان, جه السواق بقى اخدنا علشان نروح السفاري اللي بالعربيات. عايزه اقول لكم كان ممتاز ممتاز, انا صورته بس للاسف هو مش باين في التصوير. هو يعني حلاوته بقى بيطلع جبال فظيعه وينزل مره واحده بالعربيه, وكانت شقلبظات, كنا كاننا في الملاهي. ففعلا كان ممتع جدا, وقعد اليوم بطوله في سفاري العربيات, وفي النص بيتخللوا بقى المزارات اللي احنا هنشوفها مع بعض في الرحله. احنا يعني اليوم ده اول يوم رحناه هو كله بالكامل سفاري بالعربيه, وبيتخللوا بقيه الحاجات. رحنا بعد كده المكان ده قال لنا ان هو زمان ده كان كله بحر. بصوا, الارض كلها تشيلز او اللي هي القواقع اللي بتبقى في البحر. كل المكان ده زمان كان بحر, وما بقاش بحر دلوقتي, بقى صحراء بس الشلز موجوده. بعد كده ودينا على وادي حيتان, اتفرجنا على المتحف هناك, دخلنا قاعه كده فيها تلفزيون بيحكي لنا تاريخ المكان ده عامل ازاي, وان هم جم لقوا حيتان هياكل عظميه بتاعتها وحاجات كتيره جدا. طبعا الشرح كان يعني اخد تقريبا نص ساعه زي فيديو شغال يعني. وقعدونا في قاعه حلوه جدا ونضيفه. وبعدها طلعنا بره, قعدوا يشرحوا لنا بقى الهياكل اللي لقوها, الانواع مختلفه من الحيتان, وكل نوع حوت عن التاني, وطريقه موت حوت عن التاني بتحدد الحوت ده نوعه ايه, وحاجات كتيره جدا وهياكل لقوها. صراحه كان موضوع حلو جدا وشيق خصوصا للاطفال.
وكان ماشي معانا زي جايد بيشرح لنا كل حاجة معروضة بتفاصيلها وبتاريخها اهو زي ما انتوا شايفين. على فكرة الرحلة دي حلوة جدا جدا للأطفال، هيستمتعوا وفعلا كل الأطفال معانا استمتعوا، بس أهم حاجة خدوا معاكم لبس تقيل ليكوا للأطفال علشان بالليل، يعني خدوا جلافز وسكار وانتيات وكوفيات وسويترات علشان جو بالليل بيبقى تلج قوي. ده بقى طلعونا بعد ما فرجونا على الحفريات اللي جوه او الهياكل اللي جوه، طلعونا يفرجونا على الهياكل اللي لقوها بره متصورة ومعمولة بطريقة حلوة وفيها الليبل او اللي هو التايتل اليافطة يعني بتقول كل هيكل ده بتاع ايه، وفي شرح كمان، وفي منها حاجات لقوها حقيقية وفي حاجات تانية عاملينها زي مجسم مش حقيقية زي حورية البحر، دي مجسم هم عاملينه. رحلة جميلة جدا جدا بجد، انا مكنتش اتوقع ان الفيوم فيها المزارات والحاجات الحلوة دي والحاجات المختلفة اللي مش موجودة في اي مكان تاني، وبنسافر لبعيد جدا علشان نعملها، يعني السفاري والساند بوردنج والتزحلق على الرمال كل ده موجود في سيوة، بنسافر مسافة طويلة، ده التزحلق على الرمال رحناه برضو، كل الحاجات دي موجودة في سيوة، بنسافر مسافات بعيدة جدا علشان نروحها في حين انها يدوب ساعة الا ربع من القاهرة. رحنا بقى المكان ده جميل جدا عند البحيرة دي وعملنا التزحلق على الرمال الساند بوردنج، كان حلو جدا، يعني النزلة بتبقى حلوة بس الطلوع بقى هو اللي صعب في الرملة بياخد وقت. وبعدها بقى السواق اللي معانا في السفاري عمل شاي وقعدنا كلنا على الرملة، الشاي اللي هو اللي على الفحم ده اسمه شاي زردة، وقعدنا كلنا بقى على الرملة وشفنا الغروب مع البحيرة، كان الصراحة الموضوع كان ممتع جدا، وناس كانت شغالة بقى في بدو كانوا عمالين يطبلوا بطبلة وشغلوا الأغاني. بعدها رحنا على الكامب بالليل، مش زي ما انتوا شايفين كانوا مولعين نار كانت مدفية الجو، كانت حلوة جدا. وكان ده وقت العشاء، جابولنا الفراخ اللي هي بتتعمل تحت الرملة المدفونة تحت الرملة، اهو باين العلب على اليمين، ومعاها خضار ورز، يعني اللي هي كانت بطاطس مطبوخة ورز، بس الأكل صراحة ما كانش طعمه حلو قوي، بس جو الأغاني مع النار والناس كلها بتشارك وبتغني والطبل والناس تشوي مارشميلو في النار، كان جو تحفة تحفة. دخلنا ننام بقى وصحينا تاني يوم، بس الجو بالليل كان تلج تلج جوه الخيم، فزي ما بقولكو ضروري تاخدوا معاكو حاجات تقيلة بالليل. صحينا بقى، ده الكامب الصبح، ده البيتش باجيز عشان اللي بيعمل سفاري بيتش باجي، ودي الخيم اللي احنا كنا بننام فيها، واللي في الوش ده كافيتيريا للشاي والقهوة. ده الكامب الصبح، صحينا الصبح بقى من بدري طبعا مع طلوع الشمس، الشمس دخلت في الخيمة صحتنا كلنا. وبعدين بعد كده جابولنا الفطار زي ما انتوا شايفين، فطير وعسل اسود وجبنة بالطماطم وفول وعيش، كل فرد ليه الطبق ده، ده الوجبة اللي بتبقى مفروض انها بتيجي في الفطار. وبعد كده بقى كل واحد عمل اللي هو عايزه، اللي اتمرجح على المراجيح واللي نزل يروح لغاية البحيرة اللي قدام دي، واللي قعد ريلاكست زي كده. الفيو كان حلو جدا من فوق، في ناس راحت لغاية البحيرة بس الموضوع كان بعيد جدا، لكن انا فضلت ان انا اقعد واصور لكم، واحد يستجم بمنظر الطبيعة والصحراء ليها طابع خاص، يعني هي حاجة مش متعودين عليها بس فعلا ليها طابع خاص مع الطبيعة كده، حلوة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم في ناس بتجيب خيم وهي اللي تعمل الكامبينج وخلاص. خلصنا بقى، كل واحد عمل اللي هو عايزه، وطبعا كان في كافيتيريا هناك لو عايزين تشربوا شاي او حاجه، وخلصنا وروحنا بعربياتنا وبس كده خلاص. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا فعلوا زرار الجرس واشتركوا علشان يوصلكم كل فيديو جديد بعمله، بعمل ريفيوهات عن السفر بره مصر وجوه مصر وعن حاجات تانية كتير ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، باي باي.